السلام عليكم مشاهدين، نتمنى تكونوا مزيانين، صحتكم لاباس، اموركم هانيه. جيتكم فيديو جديد ونبداو الفيديو ديالنا بالصلاه والسلام على نبينا رسول الله، اللهم صل وسلم على سيدنا رسول الله. الفيديو نتاع النهار غادي نشارك معكم سباغيتي بواحد الطريقه جديده اللي غادي نصايب فيها الدجاج، وكما كتشوفوا غادي نصايبها بلينوغيت. كمكونات اساسيين هما البصله، وعندكم صدر تاع الدجاج مقطع، ولينوغيت. بالنسبه للعطور كيكون سكينجبير، كمون، تحميره وملحه، لاصوص طوماط، والمونزاريلا للتزيين. هادو هما المقادير. ندوزو لطريقه التحضير. في مقيله غادي نشعلو عليها النار وكنزيدو الزيت. كنزيدو عليها البصله، الملح، نخليوها تشحر شويه ونرجع معاكم. هنا ندوزو باش نزيدو عليها الدجاج. المقدار اللي عطيتولكم يانا نتاع ثلاثة نتاع الناس، نزيدو ولا تنقصو راسكم. معلقة تاع الزبيب، معلقة تاع الكمون، ونص معلقة تاع التحميرة. كنخلطوهم مزيان، وكنخليو الدجاج ديالنا يدخل مع البصلة وديك العطرية تدخل وتشحر مزيان، ونولي معاكم. اون فوا كيما كتشوفو كيطيب لينا الدجاج، وكنشوفو لاصوص ديالنا يعني بدا تعقد، كنبداو نزيدو عليها لاصوص طوماط، نخليوها تشرب هاد لاصوص وانا معاكم. هنا واحد الحاجه اللي انا كما يقولوا كتجينا تعطي واحد المنظر لي با ديالنا اللي هي الربيع. كنزيد فيها الربيع، الربيع كيعطي المذاق والمنظر، كاع كتر المنظر. كنخليه هو في المرحلة الأخيرة، يعني هنا غادي ندوز باش نقلي السباغيتي ديالي. الماء من بعد ما باش تجيو بدا يحمى كنزيد عليه معلقه تقريبا تاع الملح، انت الزيت، واحد الرشه تاع الملح، وغادي ندير فيه السباغيتي ديالي تسلق. كنلوح السباغيتي ديالي هكا، يعني نحطها في راسها هاد المقدار كافي لي. هنا في المقيلة اللي درت فيها الزيت سخنت، غادي ندير نبخو في الزيت وكازو.
هنا غادي نصايب سلطه اللي درت فيها طون وبصلة والذرة، كنزيد عليها لاصوص تاع لي سلطات، هاجي تاع ستار، كنزيد عليها شويه الملح والزيت، كنزيد عليها الزبيب. الزبيب ما مرقدش في الماء، زبيب هادي حبوب، كنخلطها وكندخلها للثلاجه تبرد.